بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية السيد ولي ولاية بجاية قامت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف هذه الأمسية بتكريم حفظة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وبعض المسابقات التي أطلقتها المديرية كذلك لأبناء ثانوياتنا ولأمهاتنا كذلك في محو الأمية بتكريم قرابة 30 فائزا وفائزة في مختلف المسابقات، منها مسابقة من ختم القرآن ومسابقة من ختم نصف القرآن ثم من ختم ربع القرآن ثم للصغار الحفظة دون 10 من العمر. اليوم جئنا لتكريمات الخاصة بالمسابقة الولائية لحفظ وتجويد القرآن الكريم في أحسن ما يمكن أن يتنفس عليه المرء، ألا وهو كلام رب العالمين حفظا وضبطا وتلاوة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام الناس بالقرآن الكريم واهتمامهم بأهل الله وخاصته.